في المحاضرة اللي فاتت بدينا وتكلمنا عليه الأنظمة العددية اللي هي شنو؟ Number systems. أي. وتعرفنا عليه النظام الثنائي اللي هو شنو؟ الباينري. ونعرفه من قبل النظام العشري اللي هو شنو؟ ديسيمال. وقلنا علاش اضطروا يطلعوا النظام الثنائي؟ شن كانت في مشكلة هم في دماغهم اللي طلعوا النظام الثنائي؟ لأن في الكمبيوتر عندك طريقتين للتخزين، يا إما مشحون يا إما غير مشحون بالضبط. فطلع عندهم رقمين صفر وواحد، قالوا كيف بخزنوا الأرقام إحنا؟ طلعوا النظام الثنائي. باي هذه الفكرة، يعني علاش طلعوا النظام الثنائي؟ ما هي توا في عصرنا الحالي طلعوا طريقة جديدة للتخزين، ما هي؟ عن طريق الكوانتم بيتس. ما هي؟ نوع الكيوبيتس. ما هي الكوانتم بيتس؟ يقدروا يخزنوا أي حاجة بين الصفر وبين الواحد. ما هي لو طلع كمبيوتر كويس يخدم كويس يقدر يخزن بين الصفر والواحد، ممكن اللي نعرفوه في الكمبيوتر كله بيتشقلب. علاش؟ لأن هذا يشني هذا الأساس الباينري، هذا أساس علم الحاسوب كله. فالجماعة اللي تسمع كوانتم 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 كوانتم، ما الكوانتم لو طلع كمبيوتر، لو طلع كمبيوتر عند القدرة على التخزين بين الصفر وبين الواحد، هذا حيغير مفهوم الحاسب كله. فدي ما حطوك في دماغكم الكيو اللي هي اختصار لكوان. وفي الفترة الماضية في جاي واحد من الطلبة الخريجين هنا من القسم مختص في الكوانتم وعطي دورة، مش عارف في حد احضرها اعتقدش. كويس. كويس. ايوه كويس تمام. ما كويس. هذا بالنسبة لي الباينري وبالنسبة لي الديسيمال. وفي المحاضرة اللي فاتت ايضا شنو خدينا؟ كيف نحوله من اي نظام. عليكم السلام. لي الديسيمال واخدنا كيف نحوله من الديسيمال لأي نظام. النظام هو ممكن يكون ثنائي ثلاثي خماسي تسعي حادي عشر سادس عشر، ما هي مهم. اخدينا التحويلة العامة، لا واخدينا الرقم كيف يكون بالفاصلة ومن غير فاصلة. لا تو اليوم ناخده التحويلة السريعة للنظام الثماني والسادس عشر، الأوكتل. أوكتل اللي هو الثماني السلام وشني والهكسا. عليكم السلام. هكسا ديسيمال اللي هو السادس عشر. ما شنو الميزة في النظامين هما؟ باهي بالنسبة للثماني هو عبارة عن مضاعفات اثنين، الثماني اللي هي اثنين أس ثلاثة، والسادس عشر عبارة عن 2 أس 4. قال لك كيف يبدأ عندك رقم باينري وتبي تحوله لأوكتل والعكس، أوكتل
قل ثلاثة خانات من الباينري تمثل خانة واحدة في الأوكتل. يعني كيف؟ تجيب في الباينري مثلا صفر يقابله الصفر، الواحد يقابله الواحد، اثنين هذا اثنين قابلها اثنين، ثلاثة يقابلها ثلاثة، الأربعة يقابلها الأربعة، الخمسة يقابلها الخمسة، ستة يقابلها الستة، والسبعة يقابلها السبعة. لاحظوا هنا لاهي الثلاثة خانات يقابلها خانة واحدة. كما تمشي العدد اللي بعده شنو يصير؟ هنا شنو تولي؟ صفر 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 واحد، وهنا شنو؟ صفر واحد. علاش؟ ان هي مفصلتهاش عدد ثمانية، اخر حاجة سبعة. فكان تلاحظوا شنو؟ هما ثلاثة يقابل صفر، والواحد هذا يقابله الواحد. تو خلينا ناخذ مثال زي ما نقول معقد اكثر. ما قول عندك رقم في الثماني مثلا 103 و134 هاي هذا بالثماني، ونبغى نحولوه للباينري. في الأصل لو كان نظام غير الثماني هذايا لازم تحوله لعشري قبل، وبالتالي من العشري تحوله للنظام الثنائي. هنا ايش ندير؟ تاخذ الخانة الأولى وتديرها ثلاثة خانات. باه الأربعة شن هي في الثنائي؟ واحد صفر صفر. وشن هي الخانة الثانية؟ صفر واحد واحد. كيف جت واحد واحد؟ هدية واحد وهدية اثنين مع بعضهم ثلاثة، وهدية شن هي؟ صفر صفر واحد واحد. الناتج متاعنا اللي هو تلصقه ما ثلاثة، عشان تكون صفر صفر واحد صفر واحد 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 صفر صفر. هذا الحل متاعنا. نجوب العكس، نقولوا عندنا واحد صفر صفر واحد صفر صفر واحد واحد صفر واحد صفر. هذا الثنائي نبغى نحولوه لثماني. احنا نعرف ان كل ثلاثة خانات عبارة عن خانة واحدة في الثماني، فشن تجي من هنا وتقسمها لثلاثات، هذو الثلاثة الأولات، وهذو الثلاثة الثانيات، وهذو ثلاثة الثالثات، وهذو ثلاثة اللي بعدهم. هنا بحكم النصوص بس شنو نضيف؟ نضيف صفر. ما هذايا قداش؟ اثنين، وهذايا واحد واثنين ثلاثة، هذايا شني؟ اثنين، هذايا اثنين. كويس. بعدين تزيد قيمتها، كان ضيف هنا صفر معنا كلهم ضيف فيهم الخانات. هاي لك كيف تضيف هنا عادي، يعني زي كان عندك عشرة تقعد ضيف هنا تقعد عشرة، لكن يعني كان ضيف من هنا تولي مية. ما السادس عشر بدل من ثلاثة خانات أربع خانات بالضبط. حتى البوينت نفس الفكرة. البوينت غير شني جي. خلينا نديروا مثال بالبوينت. نديروا مثال بالبوينت. اوكي
مثلا واحد 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 صفر واحد فاصلة واحد صفر واحد واحد. تمام، هنا شو مدير؟ تجي لي بعد البوينت وتبدا تحط تقسمهم ثلاثات، واللي بعد البوينت قسم ثلاثات هيك. فهنا هذه ثلاثة الأولاد وهذه ثلاثة الثانيات، نضيفوا صفر هنا وهما، هذه ثلاثة الأولاد وهذه ثلاثة ثانيات، نضيف صفرين هنا. ما هذه شنو؟ أربعة. وهذه خمسة، هذه خمسة ثلاثة، هذا بالثنائي وهذا هي بالثماني. كويس تمام. بالنسبة للسادس عشر، طيب خلينا نكمل الجدول بتاعنا هذايا. السادس عشر فيه ثمانية ولا؟ فيه ثمانية، وبعتالي شنو؟ هنا تسعة موجودة، تسعة هنا شنو؟ موجودة العشرة. هذه الأحداش، اثناش، تلتاش، أربعتاش، خمستاش. تو العدد اللي بعده شنو؟ يبدأ هنا واحد صفر 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 صفر، وهنا شنو؟ واحد صفر. فتلاحظوا ان هنا اربع خانات تكافئ خانة واحد. مهم. هل في تحويلات سريعة اخرى؟ تو هنا ترى شنو؟ ايوه، من 2 ل 4 حتى هي تحويله سريعه. علاش؟ لان 2 اس 2 4، معناه كل خانتين في الرباعي في الباينري خانه واحده في الرباعي. في تحويلات ثانيه سريعه؟ ثمانية وسادس عشر؟ لا، ثمانية وستين أربعة وستين. إيه، ممكن تحول ثمانية لثنائي ثنائي سادس عشر، هذه ممكن، لكن ثمانية سادس عشر لا. إيه، عندكم ممكن الثلاثي والتاسع. كل خانتين في الثلاثي خانة واحدة في التاسع. والرباعي والسادس عشر بالضبط، كل خانتين في الرباعي خانة واحدة في السادس عشر. علاش استعملوا في الأوكتل والهكساديسيمال، ما يستعملوا باينري وخلاص؟ باين المشكلة وين؟ مرات يبدأ عندك في الذاكرة الرقم 64 بت مثلا، يعني يبدأ عندك 0 1 0 1 0 64 خانة. بالنسبة للإنسان يعني صعبة شوية باش تركز يعني، ما هي. لكن كيف تقسمها على أربعة؟ يقدرش تطلع عادي. واحد 16 خانة قاعدة مقبولة يعني، قاعدة مقبولة باش تقرا رقم باينري. فغالبا كيف انت تقرا من الذاكرة مباشرة، مثلا تقرا عنوان ولا تقرا حاجة، يعرضهولك بشني؟ بالهكسا ديسيمال. مش حيعرضهولك راو 0 1 0 1، يعرضهولك بالهكسا ديسيمال لأنه أسهل للقراءة. وبعدين انت في دماغك التحويلة هي سهلة يعني، هي تقدر تحولها مثلا بسرعة للباينري.
خلينا ناخذ شوية أمثلة على مثلا اللي يكمل مادة سي وشبح مثلا عرض أي حاجة في عرض عنوان يعرضه لك بالهكسا ديسما، يعرضه لك تقريبا 8 خانات، 8 خانات بالهكسا ديسما، 8 خانات بالهكسا ديسما ما نقدرش بتعنا 8 ضرب 4 8 ضرب 4 معناها الكمبيوتر متاعك العناوين متاعها 32 بت. ما خلينا ناخذ أمثلة على الهكسا ديسمال والباينري. طلعت كلمة هي هذه بالهكسا ديسم اللي بنحولوها لي ثنائي. عندك الأولى قداش خانة؟ أربعة. كويس. شنو هي الديتا؟ واحد واحد صفر واحد. موجود هنا. ما ال A الأربعة اللي بعدهم صفر واحد صفر واحد. لا كان هيك صح، كان هيك صح. والأخيرة واحد واحد صفر واحد. ما خلينا نديروها بالأحمر. خلي ناخذ مثال بالعكس. اي هذاي بالثنائي نبغى نحولوه للسادس عشر. الأربعة الأولات مع بعضهم هذه قداش؟ هذه بي صحيح، وهذه تزيد لهم صفر شن تولي؟ سبعة. سبعة بي بي سادس عشر. واضح التحويل السريع هذه. ما ناخذ مثال اخر. ناخذ 97 بالتساعي ونحولوه ثلاثي. نشوفكم مركزين ولا لا. باهي تساعي ما فيش شيء تسعة بالضبط، فنحولوها ل 8. كويس. تساعي ثلاثي قداش خانة كل واحدة؟ كل خانة بزوز. علاش؟ لأن تسعة تساوي ثلاثة أس اثنين. شكون يجيب السبعة بالثلاثي؟ بالثلاثي عندك صفر واحد اثنين صفر واحد 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 اثنين اثنين صفر اثنين واحد اثنين اثنين صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. شنو هي السبعة؟ اثنين واحد.
وشنية 8 2 2 توشين الخانة اللي بعدها في التساعي تبدأ واحد صفر، وشنية الخانة اللي بعدها هنا واحد صفر صفر. فهو شنية كيف يبدأ حاجة أص يصير تطابق في آخر خانة هنا تتغير وهنا آخر خانة تتغير. هذا علاش كل خانتين بخانة. واضحة التحويلة السريعة؟ هذا التساعي، هذا شنية، هذا التساعي وهذا ثلاثي. تلاحظوا هنا شنية كيف التساعي تم خاناته كله، ما هي الثلاثي تم الخانتين كلهم. هاي هنا السادس عشر تمت الخانة الأولى، هنا تموا أربع خانات. الثماني تمت خانة الأولى، هذيك تموا ثلاثة خانات. وكيف تعرف أنه حيصير في تطابق؟ كيف يبدأ أس صحيح. هاي تمام، واضح النقطة هذه؟ تمام. ما تو عرفنا الأعداد الصحيحة زي ما تشفيها. عرفنا الأعداد الصحيحة والأعداد الكسرية، لكن جتهم مشكلة تانية، الأعداد السالبة. قالوا كيف منديروا الأعداد السالبة في الكمبيوتر؟ حد البطارية ديرها واحد كويس كويس مان. ما هذه أول فكرة جتهم، أول فكرة جتهم إن شنو؟ ما هي يسموا فيها طريقة الساين ماجنيتيود، الساين ماجنيتيود. على سبيل المثال في العشري، ما هي في العشري قولوا احنا عندنا رقم من ثلاثة خانات، ما هي ثلاثة خانات، يخلوا خانتين للعدد وخانة للإشارة. ما هي شو معنى خانة الإشارة؟ لو هنا جاء واحد نعتبره أن العدد هو سالب، مثلا لو واحد 125 هيك، ما هي هنا شنو يعتبروه هدايا؟ سالب 25.
ولو هنا جاي صفر هذه شنو يعتبروها موجب 25. ما شن مدى الأعداد الممكنة في ثلاثة خانات في العشري؟ من شن أكبر رقم ممكن تمثله؟ 99 بالضبط. ما أكبر رقم ممكن تمثله اللي هو 99 اللي هو 099، هذا أكبر رقم. وشن هو أصغر رقم ممكن تمثله؟ ها؟ اللي هو سالب 99 اللي هو 199. ما هي اللي هي شنو من بلس 99 يحديث ماينس 99. ما هي الطريقه؟ هي ما هي مع ان هي واضحه بالنسبه لنا احنا، ولكن كيف بيجوا يديروا عمليات حسابيه، عملية الجمع والطرح كانت صعبة في الكمبيوتر، فالطريقة هذه شنو تخلوا عليها. ما هي طلعوا طريقتين ثانيات. ما هي الثانية اللي هي diminished radix خدر. ريدكس مش اللي هي diminished radix complement وجني والريدكس كومبليمنت. باهي باختصار هذه سموها R ناقص 1 كومبليمنت، هي سموها R's complement. شنو هي هذه؟ ما نفرض بالعشري توا، قال لك لو الخانة الأخيرة أكبر رقم اللي هو 9، ما هي هنا نعرف انه هو عدد سالب. ما لكن كيف نعرف قيمته؟ على سبيل المثال هنا 917، كيف تشبه هيك احنا تو نتعاملوا قداش خانه؟ ثلاثه خانات. ما واخر خانه شنو؟ 9. ما كيف نعرف قيمته؟ قالك تاخذ R اللي هي الR اللي هي البيس متاعنا 10 أس N إحنا قداش خانة 3 نحي منها 1 باهي اللي هي قداش 999 وتأخذ الرقم هو تطرح منه الرقم هو باهي يعني باش تعرف قيمته هو شنو تدير؟ دير 999 نحي منها ما هنا 9 ناقص 7 2 9 ناقص 1 8 9 ناقص 9 0. معناها العدد هو عبارة عن ناقص 82. ما هي تو نعرفوا بعتالي شوي تو نعرفوا علاش تختاروا هي الارز كومبلمنت والار ناقص 1 كومبلمنت. شنية؟ إيه لكن احنا هذه النتيجة تو احنا هذا عرفناه سالب خلاص، هذايا كيف نشبحوا 9 شنو؟ سالب، لكن سالب قداش؟ شنو هو الرقم؟
ما هي؟ هدايا مش سالب 19، مش سالب 17، لا. بالطريقة الأولى عبارة عن شني؟ سالب 17، لكن هنا شني؟ مش سالب 17، هو رقم آخر. شنو هو رقمه؟ بس تعرف الرقم هو جي ل ار اس ان، ار اس ان ناقص واحد، هذا علاش هم مسمينها ار ناقص واحد، اللي هي 1000 تنحي منها واحد تطلع 999 وتطرحها من الرقم تاعك. فهنا شني عرفنا؟ ان هو عبارة عن شني؟ سالب 82. تلاحظوا هنا في المدى متاع الطريقة الأولى اللي هي من 99 ل ناقص 99، ترى شوفوا المدى متاع الطريقة الثانية شنو أكبر رقم؟ 999. ترى خلينا نشوفوا 999، ناخذ 999، تو هذا عرفناه سالب صح؟ كويس. تو شني؟ جي لي 10 3 ناقص 1 999 ناقص 999، شنو طلع الناتج؟ صفر. معناها الرقم هو عبارة عن ناقص صفر. لا شنو أكبر رقم وأصغر رقم؟ هاي اللي يجيبها صح هذه سنية؟ كيف 10 10؟ لا احنا في الكمبيوتر لازم تثبت على الخانات من الاول، فاحنا تو مثبتين على 3. ها 900 999 جربناها 998. لا 999 نحي منها 998 قداش طلع؟ واحد ناقص واحد شنية؟ ايه واحد صفر صفر، معناها هدايا شنية رقم هو عبارة عن شنية؟ هدايا ناقص واحد. لا مازال فيه، مازال فيه. ها؟ ثلاثة صفار. باه كويس، اللي قال ثلاثة صفار، ثلاثة صفار عاد موجب ولا سالب؟ موجب. اي يعتبر موجب. ما هي؟ زيدوا فكر. صفر 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 واحد، هذا رقم واحد لانه موجب. كيف يبدا هنا مش تسعة، يعتبر عدد موجب. 900 هذا هو اصغر رقم 900. تاخذ 999 وتنحي منها 900، شن تطلع؟ 99. باهي، وهذايا اصغر رقم سالب ممكن تحصله. معناها شني؟ الرقم الصغير قداش؟ 99. والرقم الكبير شنو اكبر رقم؟ موجب. لا تقدر اكثر من موجب 99. ما 250 ممكن ولا مش ممكن؟ 9 سالب تبي موجب، هذايا ممكن في رقم 250. علاش؟ لان الخانه الاخيره هل هي 9؟ لا، اذا الرقم هذا موجب تحطه زي ما هو. ايوه اكبر رقم اللي هو 899. علاش؟ لان اكبر رقم عندك شنو؟ 8 في و8 ومعها 99. فاش نلاحظوا هنا المدى نتاعنا من 899 اللي ناقص 99. ما تو خلينا نعرفوا علاش استعملوا هي الار ناقص 1 كومبلمنت. بعتالي نمشي للآرز كومبلمنت.
مشكله مش متناظر، تسبب مشكله لو الناتج نتاعك خارج المدى يطلع خطا. تضطر يعني مثلا لو عندي مثلا رقم سالب ثابت معناته مضطر نحجز قناه اكثر. تضطر تحجز قناه اكثر بالضبط صحيح. 100 190 الطريقه الاخيره هي موجب ولا سالب؟ 100 موجب. يعني الطريقه الاولى تنحل تلخبط انت عليها. ايه ايه لا لا ما انت من الاول تحدد قبل ما نبدا المساله. انت تحدد ايه في الامتحان انا نحدد لكن بعتالي انت كان عندك برنامج معين انت اللي تحدد. فهمت؟ ما هي عندكم في العمليات الحسابيه ما هي لازم اول حاجه يقول لك عدد الخانات. ما هي عدد الخانات يأثر، هذا لازم ينقال. ما هي او يكون هو المطلوب يعني. عدد الخانات علاش؟ لانه يفرق المدى متاعك يفرق. انت في فرق، كان نجيك للرقم هذا 900 على سبيل المثال، لو احنا 3 خانات شنو بيكون؟ ناقص 99، لكن لو احنا 4 خانات موجب 900 لان الخانه الاخيره صفر. فعدد الخانات لازم يكون محدد من الاول. ما هي؟ وثاني حاجه طريقه تمثيل الرقم السالب، طريقة التمثيل حتى هي لازم تكون معلومة. طريقة تمثيل، هل احنا في الطريقة الأولى ولا في الطريقة الثانية ولا في الطريقة الثالثة؟ ما خلينا نديروا عملية حسابية ونشوفوا علاش نستعملوا الـ R ناقص واحد كومبلمنت. ما هي؟ نقولوا عندنا عملية حسابية اللي هي مثلا 100 ولا خلها 75 ناقص 25، واحنا شنو نستعملوا؟ نستعملوا في 3 بت، وشنو نستعملوا؟ R ناقص 1 كومبلمنت. R ناقص واحد كومبلمنت. ما شنو تدير؟ تجي لي الرقم الثاني اللي هو هذا السالب، باهي تطلع له الار ناقص واحد كومبلمنت وتحول من عمليه طرح الى عمليه جمع. باهي دول 75 هل تستحق تحويل؟ تستحقش تحويل. واحنا قداش خانه قلنا؟ 3 خانات، فشن تولي؟ 0 7 5، والثانية تسحق تحويل. كيف نحولوها؟ 999 باهي ناقص 25، 9 ناقص 5 9 ناقص 2 9 ناقص 0 9. شن نديرو؟ زائد 974. ما توفيق من غير تحويل احنا براسنا قداش تطلع النتيجه هذه؟ 50. خلينا نشوفه هنا، 5 زائد 4 9، 7 زائد 7 4، 1 زائد 9 10. هنا عندنا 3 خانات، قال لك لو كان فيه هنا واحد تجمع ويطلع لك الناتج الصحيح. طلع 50 وما طلعش 50. خلينا نجربوا حالة ثانية. خلينا نجربوا بالعكس، نجربوا بالعكس. ما هي؟ نديرو 25 ناقص 50، 75. خششت بعضك. ما الأولى؟
زمين صفر اثنين خمسة، والثانية نحولوها 99 ناقص 75 هنا شني 4 2 9 9 2 4 ها تو نجمو 9 4 9 تو طلع الناتج شني بالسالب. تو كيف نعرفوا قيمته؟ نديروا التحويله. تو هنا عرفنا ان الناتج سالب. تو كيف نعرفوا التحويله نتاعها؟ نديروا 9 9 9 ناقص 9 4 9 9 ناقص 9 0 9 ناقص 4 5 9 ناقص 9 0 شن طلع؟ سالب 50. باهي هي تقول سبحان الله يعني كيف جد، لكن اللي قاعد في الحوش رياضياتي بالضبط. فشنو نلقوا كيف يستعملوا هي الار ناقص واحد كومبلمنت، يقدروا يحولوا عمليات الطرح كلها شني اللي جمع، ما عندهاش ما عندهمش مشكله. باهي في مشكله امتى تصير؟ كيف الناتج يطلع خارج المدى. ما هي خلينا نجربوها هذه. ها تو هذا المثال الاول وهذا المثال الثاني. ما خلينا نشوفوا حاجه ناتجها 950 مثلا 450 زائد 570 ما هنا شني تجمع 0 زائد 0 0 و5 زائد 7 12 في 1 هنا 10 وتاخذها هي وتضيفها هنا شن طلعت 21. هنا الإجابة شني خاطئة. علاش خاطئة؟ لأن الناتج متاع العملية هي شني خارج المدى نتاعنا. احنا شنو اكبر رقم؟ 899 والناتج نتاعها هي قداش؟ 1020. 1020 هل فصل المدى؟ لا بالضبط. فهي شنو يسمو فيها؟ هذه يسمو فيها اوفر فلو. كيف ناتج العمليه نتاعك خارج المدى المسموح شنو يقولوا لها؟ اوفر فلو. واضحة النقطة هذه؟ حتى عندي هو أمية دخلت 20 ثانية 24 لما 9 كيف تشبه هنا 9 معناها الناتج هذا ايش هني؟ يبي التحويل. حولنا 75. علاش حولنا 75؟ يعني باش نديروا عملية الجمع. فدرنا التحويل علاش؟ لان هذا عدد سالب. درنا العمليه لقينا عدد سالب، لكن انت تبي تعرف قيمته قداش يعني، فديري التحويله من جديد. لو كانت واحد كان على جمع عادي. ايوه بالضبط. شنو هي؟ لا مثلا لو 250 و 350 مثلا هذه ما فيهاش اي حاجه. 250 زائد 350 صفر صفر واحد ستة هذا يا سالب. خلاص تمام. ايه بالضبط 9 بس نقل. تو كان 0.75 سمعتنا 1049 1049 لا مش شنو هي؟ لا مش اوفر فلو مش اوفر فلو. هنا الناتج فصل المدى نتاعك شنو هو الناتج نتاعنا؟ 50 50 فصل المدى نتاعك فمش مشكل. ها شنو هي؟ هنا الناتج نتاعنا فصل المدى شنو هو الناتج نتاعنا؟ 50 50 فصل المدى نتاعنا شنو هي؟
وين هو؟ اها ما حولنا هنا عددين موجبين بالضبط وغادي كان عدد سالب هذا علاش با سؤال كيف تو هنا قلنا ان هي اوفر فلو وهنا ما قلناش ان هي اوفر فلو صحيح كيف تضبط ان هي اوفر فلو باهي لو هنا عدد موجب وعدد موجب تو هنا زوز موجبات ولا لو طلع لك هنا لو طلع لك الناتج زي ما نقول طلع لك هنا خانة الرابعة طلعت لك فيها حاجة مع اوفر فلو ما هي كيف يبدا موجب موجب مفروض ما يطلع لكش ما يطلع لكش الخانة الرابعة هي لو هو فصل المدى وما يطلع لكش سالب ما تقدرش تجمع مثلا لو جات هنا مثلا 450 زائد 456 هي شو الناتج متاعها 6 0 في 1 906 تو هذا عدد موجب وعدد موجب طلع لك عدد سالب هذا شنو هذا اوفر فلو علاش انه مستحيل تجمع عدد موجب وعدد موجب يطلع لك عدد سالب ولو تجمع عدد موجب وعدد موجب يطلع لك خانه زائده حتى اوفر فلو لان علاش طلعت من المدى نتاعك باهي حتى سالب وسالب يطلع لك موجب حتى هي اوفر فلو تمام اوكي تو ناخذ امثله اكثر في الباينري باذن الله الباينري ناخذ هلبا امثله ما تو نجولي اخر طريقه اللي هي الارز كومبلمنت ما هي اللي هي تشبه الار ناقص واحد كومبلمنت هنا بدل ما تطرح الواحد زي ما نقول تخليها زي ما هي يعني خلينا نمسك ناخذ امثله ما حتى هو تشبه الخانه الاخيره كان لقيتها 9 معناها عدد سالب ولو كان لقيتها مش 9 معناها عدد موجب لكن الرقم اللي تطرح منه بدل ما يكون r ناقص 1 حيكون r بالضبط يعني على سبيل المثال لو احنا نخدمه بثلاثة خانات ولا خليها أربع خانات بس تتغير الأمثلة ما أربع بيتس ولا ديجيتس يعني اوكي تقول العدد هذا موجب ولا سالب موجب علاش لان اخر خانه واحد مش تسعة ما لا العدد هذا سالب ما كيف نعرف قيمته الموجبه شو نديرو تو احنا قداش بت اربعة تاخذ عشرة اس اربعة اللي هي وتطرح منه الرقم تاعك اللي هو هذا ما هي شني هي حتولي عشرة تسعة 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 صفر ما هنا شني سبعة ستة سبعة صفر معنى العدد هدايا عبارة عن سالب 776 التسعة بتمثل عدد سالب في لو انت احنا حددنا من البداية قداش
ديجيت ما هي، فتشبه اخر ديجيت اللي هو الرابعة تشبهها. لو هي تسعة سالب، لو هي فيهم كلهم كويس. تمام، خلينا نجو نشوفوا المدى نتاع الارز كومبلمنت، لكن خلينا نرجع للثلاثة باش يبدا عندنا مقارنة مباشرة. ما لو رجعنا 3 ديجيتس، شنو هو اكبر رقم ممكن نحطوه؟ 199. كويس، هنجو للصعبة، شنو هو اصغر رقم؟ ها؟ 100. سالب؟ كيف سالب 100 ترى؟ ترى 900. بعد 900 نحولوها اللي هي عبارة عن 1000 ناقص 900. ما صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، هي 10 10. أنا شن طلع؟ سالب 100 بالضبط. فالمدى متاع الأرز كومبلمنت أكثر من المدى متاع الأر ناقص واحد كومبلمنت بواحد. من وين جت الخانة الزايدة هذه؟ ما هي؟ عندك في الأر ناقص واحد كومبلمنت تقدر تمثل ناقص صفر، ناقص صفر تقدر تمثله. فهنا كان عندك رقمين، خذوه رقم واحد خذيه رقمين، اللي هو الصفر نفسه في منه موجب وفي منه سالب، ما هي؟ لكن هنا شني؟ هنا ما تقدرش تمثل سالب صفر، ما تقدرش. فهذا علاش الخانة الزايدة وين مشت؟ ناقص 100. وفي الطريقة الأولى المدى متاعها أصغر بهلبة يعني. خلي ناخذ أمثلة على الجمع والطرح. أبل. خلي نفس العملية هي. خمسة وسبعين ناقص 25 ونخدمه بثلاثة خانات. الخمسة وسبعين صفر سبعة خمسة ما، والخمسة وعشرين مدير ألف ناقص 25. هذا شنو؟ 10 9 9 هذه 5 7 9. أنا شنو بتولي؟ زائد 9 7 5. هنا عندك 5 و 5 0 فينا 1، 15 وفينا 1، 10. ما هي الفرق تو بين الار ناقص واحد والار؟ هنا مجرد تنحي تفوتها وخلاص، ما فيش عملية زايد. ما هي شنو الناتج متاعنا؟ 50. نقلبوها نفس القصة تو شني؟ 25 ناقص 75. 25 تمشي زي ما هي، وال 75 هذه 10 9 9 هذه شني؟ 5 2 9 زائد 9 2 5 هنا 0 ما 950. كيف نعرف قيمتها؟ هنا 0 وهي تولي 10 9 5 0.
واضحة؟ سالب 50 بالضبط. نعم. شنو هي؟ مازال ما قررناش. مرات نديرو فيها كيما مرات. شنو هي؟ تشوف الفرق ما نفس العمليه هذه. كويس. هدوء. ما تو ناخذ نفس المثال غير بدل من 3 بت شني 4 بت. كويس. ناخذ 75 ناقص 25 ما هذه 4 بت حتولي 00 وهذيك شن تولي 1000 ناقص 25 هذه 10 9. هدوء هدوء. هدوء شباب. تسعة تسعة هنا شن تطلع؟ 5 7 9 9 خمسة سبعة تسعة تسعة تو أجمع 5 و5 0 فيدنا 1 5 فيدنا 1 0 فيدنا 1 0 1 هذا ايش يصير له؟ شن الناتج؟ 50 بالضبط. يطلع الناتج نفسه. ها؟ نفس الطريقة باقي بس. يا نعم. مش الثاني اللي فيها إشارة ناقص. اللي فيها ناقص تحولها. بالضبط. الفرق بنات من هذه لما عندك واحد لا تجمع. شنو هي الفرق؟ مثلا ايه بالضبط. لكن هنا لو جات الواحد تجمع بترجع. بالضبط نعم. ما هنا سأل سؤال قال لك على أي أساس نميزوا بين الطرق؟ ما هي؟ الطريقة المستعملة في الكمبيوتر اللي هي الارز كومبلمنت. الطريقة المستعملة في الكمبيوتر اللي هي الارز كومبلمنت. علاش؟ للميزة متاعتها المدى متاعها أكبر وفيها عمليات أقل. يعني اللي يطلع لك زايد تلوحه وخلاص ما فيش داعي تجمع. باي هذا بالنسبة الكمبيوتر ما يديرش في عمليات طرح. يجب شنية هذه ناخدوها لقدام. ما هي ناخدوها قدام كيف دير هاردوير يدير لك العملية هي. شنية مش حيطلع مستحيل. ايه مستحيل هنا تطلع 9. شنية الحاجتين اللي بتجمعهم الزوز يطلع لك في الأخير 9. أكتر حاجة حتكون 19. أكتر حاجة اللي هي هنا 9 و9 وعندك جاية من فوق 1 هذه أكتر حاجة. ما تأخذنا الار ناقص 1 كومبلمنت والار كومبلمنت بالنسبة لي العشري. تأخذنا نقيره نفس الشيء بالنسبة لي الثنائي. ما هي ليش مازال وقت؟ Thank you.
طبعا عندنا الرقم هو للثنائي نبو قداش قيمته بالعشري، لكن قبل ما تجاوبوني لازم في أسئلة لازم تسألوها. شن قيمته هذا بالعشري؟ طلطاش مرات طلطاش. مرات سالب خمسة، كويس. وش المرات الثانية؟ به اللي قال 13 شن حاط في اعتباره؟ ان احنا ما نشحوش في الاعداد السالبة. باهي ان احنا عندنا في العشري شن هو اكبر رقم؟ 9. في الثنائي شن هو اكبر رقم؟ 1. فاحنا لو نعتبره في الاعداد السالبة هذا يعتبر عدد سالب، لكن لو احنا ما نعتبروش في الاعداد السالبة هذا يعتبر عدد موجب. يعني لو هو unsigned هو قيمته 13، لكن هو لو هو signed يكون رقم آخر. لو هو signed قداش في عندنا طريقة؟ 3 طرق. لو هو هي ناقص 5 بأما طريقة؟ الطريقة الأولى صحيح. هذه هي شني؟ ال 13 هذه هي شني؟ هذه unsigned معناها بدون إشارة. ما هذه شني؟ بساين ماجنيتيود. ما كويس. ولو ب الار ناقص 1 كومبلمنت الار ناقص تو الار اللي عندنا احنا تو 2، احنا قداش خانة؟ 4. كويس. 16 وتنحي منها 1 شن تساوي؟ 15 بالباينري شن شكلها؟ هذه شني؟ هذه بالعشرة 4 وحدات اللي هي 1 1 1 1. كيف عرفناها 1 1 1؟ البت الأولى عبارة عن 1، البت الثانية عبارة عن 2، 4 8. لو واحد يجمع 1 و2 و4 و8 يطلعوا 15. معناها باش تعرف قيمته هو شنو تدير؟ تاخذ الرقم هو وتطرح منه هذا. ما هي طبعا هي قصة تو شوية. ال اوكي نديرو طرح. به 1 ناقص 1 0، 1 ناقص 0، 1 ناقص 1، 1 ناقص 1. فشن تلاحظوا انقلبوا البتات كل 0 ولا 1 وكل 1 ولا 0. ففي الارز ار ناقص 1 كومبلمنت ما هي اللي هي الار متاعتنا 2 ناقص 1. في الونز كومبلمنت هو شن قيمته؟ ناقص 2. هذا شنو؟ هدايا في 2 ناقص 1 كومبلمنت، واختصارا نسمو فيها ونز كومبلمنت. لو انت تعتبر في الونز كومبلمنت معناها شن قيمته هدايا؟ ناقص
2. كيف جت ناقص 2؟ اخذت ال 2 اس 4 ناقص 1 اللي هي 15، وطرق وخذت ال 15 طرحت منها رقمه، شن طلع لك؟ 2. اذا هدايا عبارة عن ناقص 2. لو شن اسمه لو تستعمل في توز كومبلمنت شن حيكون قيمته؟ حيكون قيمته عبارة عن 2 اس 4 اللي هي عبارة عن 16، 0 1 1 1 1 نحي منها لا العكس، لا هذه تاخذ من اللي قبلها تولي 2 وهذه 1 1 1 وهذه تمشي. هاي الواحد هذا رفعناه ولا 2، نحينا 2 نحينا منها 1 ولت 1 وهكذا تتسلف. ما هنا 2 ناقص 1 1 1 0 0 ما هنا شن طلع قيمته؟ ناقص 3. هذه شن هي؟ التوز كومبلمنت. بتوز كومبلمنت باهي. الطريقه السريعه بدل ما واحد يدير الطرح واحد لهما في الباينري باهي، كيف يبدا عندك اي باينري باهي، لو تبي تطلع الونز كومبلمنت تقلب الصفار واحدات والواحدات صفار باهي، هذا هي الونز كومبلمنت. الصفر الواحد يولي صفر، صفر يولي واحد، صفر صفر واحد، صفر واحد واحد با. في التوز كومبلمنت ما هي لو هما تخندير التوز ما هي لو هو صفر تو تبدا من الجهه هي تبدا من الجهه الاقل، لو هو صفر ينزل زي ما هو، لو اللي بعده صفر ينزل زي ما هو، اول واحد اول واحد ينزل زي ما هو، واي حاجه بعد اول واحد تبدا تنقلب، صفر يولي واحد والواحد يولي صفر، يقعد الرقم ينزل زي ما هو، اول ما يجيك واحد ينزل الواحد زي ما هو والباقي ينقلب باهي. يعني هي هذه طريقة سريعة للعملية، يعني كان واحد ما عندهش نية يحفظ الطريقة هذه يرجع هنا ويطرح يعني. تمام واضح هذه كيف هم كلهم صح، انت شن شن انت اما طريقة تستعمل باهي ها ايه ما انت في الكمبيوتر، هل الكمبيوتر برمجه ان تقول له اي كيف تشبح البت هو؟ قول انا نستعمل ونز كومبلمنت، كيف تقول له انا نستعمل ونز كومبلمنت هو يفهم ان هي هذه ناقص 2، قول انا نستعمل فتوز كومبلمنت يفهم ان هي سالب 3، انا نستعمل ساين ماجنتيود اذا هي ناقص 5 باهي. غالبا توا باهي يعني لو عندك في السي على سبيل المثال، لو انت تعرف يعني في خيار انه تقول unsigned integer تقريبا رمزها يو انت تقريبا يعني كان تفكر صح باهي، كيف تقول unsigned على شني يشبه الطريقة هي اللي هي موجب فقط، لو تنحي الانسايند طول توز كومبلمنت هما في الغالب لا تستعمل لكن موجودات يعني على الاقل هذه هذا التسلسل الزمني للي صار
لا تمام نزال في وقت تفضل العملية حسابية تطلع نفس الناتج سواء استعملت ones ولا twos العملية حسابية تطلع صح حتى هنا تطلع لا ما يطلعش نفس الناتج العملية الحساب ناتج عملية حسابية زي بعضها لكن شكل الرقم مش نفسه في السالب مش عارف وضحت ولا لا يا دمهم يعني 970 هي ليها معنى في الناينز كومبلمنت وليها معنى في التنز كومبلمنت رقمين مختلفين فهمت لكن لو استعملتها في عملية حسابية الناتج يطلع نفسه تمام المحاضرة الجاية بإذن الله نأخذ أمثلة أكثر على جمع والطرح باستعمال الباينري